يتجدد لقاؤنا وإياكم مشاهدينا الكرام، وهذا العدد الجديد من برنامجكم تواصل دوت كوم. أخبار متنوعة وموضوعات شتى، منتقات من مختلف المحافظات العراقية، وقبل تفاصيلها نلقي معا نظرة على أهم العناوين. في العنوان الأول سنتوقف عند محافظة المثنى، وهناك النساء ينتظرن من يعطيهن طعاما في ساعات متأخرة من الليل. بعد ذلك سنذهب إلى كربلاء، وهناك تحديدا المحافظ يحقق مع عدد من الطلبة بطريقة مهينة، واعتقالات في كربلاء وتظاهرات في النجف، ومن ثم نتوجه وإياكم إلى البصرة، وهناك الواقع الخدمي يواصل تدهوره دون أي اهتمام من قبل الجهات المختصة والمسؤولين المعنيين. أما الختام فسيكون مع أغنية تتهكم على حال الكهرباء في جميع المحافظات العراقية. أهلا بكم. عند الساعة 4 فجرا النساء في المثنى كانوا يفترشن الأرض بحثا عن الطعام في بلد ينشغل مسؤولوه بالانتخابات ونتائجها، ويتناسون عن قصد معاناة مئات آلاف المحتاجين كما يقول مواطنون. نتابع معا. السلام عليكم. خلي يشوف الشعب العراقي، خلي يشوفون حكامنا، خلي يشوفون سادتنا وشيوخنا وأجلائنا، سواء كانوا بالمثنى أو بالمحافظات العراقية. الساعة حاليا 4:15 فجرا، مثل ما شفتوا هاي النساء موجودة هنا في الرميثة قرب حائط أحباب الله، منتظرة لقمة، كيلو عدس، بطل زيت، كيلو شكر، من مجموعة من الشباب يتبرعون ويوزعوها. عشرات النساء هنا تصطف حتى تاخذ لها بطل زيت، اللي المفروض الحكومة الموقرة، حكومة ماكو ولي إلا علي الريد قائد جعفري، هي اللي توفرها لهم بمفردات البطاقة التموينية اللي فلوسها انباقت من هالفتش لهذا الفتش من 2003 لغاية الآن. يعني هذا المنظر كنا ربما نشوفه بالصومال بالمناطق الأفريقية، ممكن هم انتهى هذا الشيء، لكن نشوفه في مدينة ثورة العشرين، مدينة الرميثة، بمحافظة المثنى، المحافظة العراقية اللي تنتج، اللي في محافظة عراقية اللي هذا البلد ينتج 4 مليون برميل نفط يوميا، سعر البرميل وصل إلى 80 دولار لو سنت واحد من كل برميل ما تقعد هاي النسوان. وراح نشوف هاي المرة هنا حجية الساعة 4 الفجر في دورة، شو تسوين هنا؟ والله نجي للجماعة ذولي، ذولي هنا والله نشرب بيهم. اوكي يطونا. ايش تردين انت؟ يطونا تغذية عدس وشكر. ما انت جاية الفجر على عدس؟ اي والله ما عندي كاملين الكمية، قطعوها ذولا الكراسي اللي انتخبناهم. شلون انتخبتيهم؟ لكن الله يا حرائر العراق. في الموضوع ذاته، ولكن نتحدث الآن عن كثرة الفقراء في العراق تحت حكم الأحزاب التي تدعي التدين. الفيديو القادم يوضح لكم جزءا من الظروف السيئة التي أصبحت عليها الأسرة العراقية وسط إهمال حكومي متواصل لا ينتهي. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اليوم الجمعة الثانية في حائط أحباب الله، شوف العدد وين واصل، شوف العدد وين واصل. أهل الخير، اليوم على الورقة والقلم والجنسية الموجودة عندنا، بس الساعة 6 الصبح بالضبط، شوف العدد. هذا أحباب الله يعني ذاك ليش الجمعة وصلنا إلى 700، هاي الجمعة ما أعتقد أكثر، يعني أتوقع أكثر من 700 أو 800، لأن العدد واصل أكبر، يعني يمكن يوصل نفسه لحسوق الخبر. عودة من جديد إلى المثنى. قبل قليل كنا هناك مع صحفي شاب ومعه أيضا، ننتقل وإياكم إلى الرميثة، هذا القضاء الذي يقع ضمن محافظة المثنى، وهناك ينقل لكم هذا الصحفي معاناة الأمهات العراقيات اللواتي لم يجدن طعامهن ولا نظرة عطف أو رحمة بعين أي من المسؤولين. نتابع. السلام عليكم. عليكم السلام. البارحة من نشرت مقطع وقلت يا بالنسوان الساعة 4 الفجر تطلع هنا على مود كيلو عدس، ما حصدق، استغربتوا، معقولة؟ معقولة النسوان تطلع وعلى كيلو عدس؟ زين ليش تطلع من الفجر؟ سويتوها قصة،
وهي شمرة عصا بمركز مدينة الرميثة يم سجن السراي. من مدراسك من بابيتك تشوف النسوان هنا قاعدة، استغربتوا؟ لا موجودة، موجودة هاي الحالة، موجودة وين؟ بالرميثة، موجودة بالرميثة، نسوان تفترش الأرض حتى تحصل لها على كيلو عدس. الله يساعدك. عليك السلامة. شو عندك طالعة؟ والله طالعة من جوع أطلع، ما عندي. زين عندي 7 أطفال وين أروح بيهم؟ أروح أجدد بيهم باب الجسير؟ هم تنقذنا العالم. حتى شوف هاي الناس كلها هاي تطلع من الصبيح لـ8 اللي تحصل هاي اللقمة تعيز عاطيتها بيها. وين تروح الناس؟ هاي العدة 15 وهاي العدة 10 وهاي العدة يعني ما عدها بيت. شو ناجدين؟ أنا ناجد الحكومة، أنا ناجد الوادم هاي الخيرة. إلى محافظة كربلاء الآن، وهناك المحافظ نشر مقطعا مصورا يدعي فيه سماحه للطلاب المعتقلين بتأدية امتحاناتهم ويحقق معهم بأسلوب مهين. دعونا نتابع ما حدث هنا. اليوم عندي امتحان. انت عندك امتحان او بس تعبت؟ انا عندي الود هم طايره. لا بس قلت هاي الصبح كله فاهم. ليش ما قايل لهم اليوم عندك امتحان؟ من الضابط. بلغت ولا لهنا؟ انت بابا شو تسوي؟ عادي اسولف. من يوم عندي امتحان؟ من يوم عندي اليوم عندك امتحان؟ نعم. هو اليوم بس. بس عادي نسولف اللي صار لا ما همني، اكو تحقيق، انا ما همني، بس انا مستقبلكم مالي ده. ابني مستقبلكم مالي ده يضيع. انتوا غلطانين ما غلطانين مو انا اقرر. غلطانين مو غلطانين هاي مو انا اقرر. هاي قررها قاضي ويقررها التحقيق. انا مالي رغبت. هذه انت تبدون تحجوها شويه من السيد القاضي. تحجوها بالتحقيق. انا بالنسبه لي مو قضيتي هذه. انا جاي ابدا اشوف مستقبلكم مالي ده يضيع. هاي في صباح الولد هم طلب من عندهم يقدمون للسيد القاضي اذا وافق لهم. السيد القاضي هو اللي يوافق او ما يوافق، احنا ما لنا دخل. اذا وافق لهم تاخذوهم يعدون امتحاناتهم وتتخذون بهم الاجراء القانوني الصحيح. واللي اريده من عندك سياره توديهم سياره تجيبهم. وحسب القاضي، القاضي اللي يطلق صراحة الله يرضى، اللي ما يطلق صراحة خاف يبقى على مود مستقبلهم لا يضيع، امتحاناتهم جيبوا لهم كتبهم خلي يقرون داخل الموقف. الله يرضى. روكي بقى. المؤسسة الأمنية في كربلاء الخاضعة لنفوذ حزب الدعوة تعتقل عشرات المتظاهرين، وأحد أعضاء مجلس محافظة كربلاء عن حزب الدعوة قام بالتحقيق مع متظاهرين معتقلين بحسب ما أكد شهود عيان. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نداء إلى كل الأخوة المتظاهرين في العراق، إلى كل الحراك المدني في عموم محافظات العراق. اليوم المتظاهرين في محافظة كربلاء يتعرضون إلى هجمة عشوائية من قبل القوات الأمنية، حملة من الاعتقالات، أكثر من 100 معتقل الآن في سجون كربلاء، أكثر من 100 معتقل، أغلبهم من الطلبة اللي كان عندهم امتحان اليوم بالذات، كان عندهم امتحان وهذا الامتحان اليوم فاتهم واحد الامتحانات، واحتمال أيضا يظلون مدة أكثر بالسجون بسبب الاعتقالات اللي تمارسها القوات الأمنية بحق المتظاهرين في محافظة كربلاء. وأيضا هنالك عمليات مداهمات، ما أعرف إحنا اليوم المتظاهرين صاروا مجرمين، عمليات مداهمات يداهمون بيوت الناشطين. اليوم داهموا أكثر من بيت اليوم بكربلاء، يداهمون بيوت الناشطين ويداهمون على 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 أهلهم، يطبون قدام الكل، قدام على أهلهم يطبون للبيت، يداهمون البيت من أجل اعتقال ناشط طلع يطالب بتوفير الكهرباء. من أجل اعتقال ناشط خرج حتى يطالب بتوفير الكهرباء. رغم اعتقال ما يزيد عن 100 شخص في هذه الحركات المستمرة والرافضة لواقع العراق الحالي وما أفرزته الانتخابات، رغم كل هذا الذي حدث في كربلاء، إلا أن شباب محافظة النجف خرجوا في تظاهراتهم غير آبهين لأي قمع سمعوا به حدث في كربلاء. الآن اسمعوا بعض عبارات هتف بها من خرجوا هنالك في محافظة كربلاء. باقول الحرامية، باقول الحرامية، باقول الحرامية، باقول الحرامية.
كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، هذه هي المظاهرات التي خرج فيها المواطنون في النجف تأسيا بما حدث في كربلاء، وسمعتم الهتافات التي نادوا بها. إلى البصرة الآن، وما أدراك ما عذابات أهل البصرة، سوء في الخدمات وطف لأنابيب الصرف الصحي. تحديدا الآن نذهب إياكم إلى منطقة الأصمعي التي تبدو كمسرح عمليات عسكرية بسبب الأنقاض التي خلفتها أعمال الحفريات. نتابع معا. اليوم الجمعة 25/5، هذه الأصمعي اللا جديد، مدينة أشباح بصراحة. هذا المقاول، هذه وضعية المجاري، وهذا المقاول اللي ترك كل هذه المخلفات وهذه الأنقاض، فبالتالي هذا ايش راح يصير بهاي الأهالي من هذا التراب وهذه الأنقاض؟ صار لها سنة متروكة هنا. سيد المحافظ، الكتاب الموجه للنقل البحري بخصوص القرض موجود في مكتبكم، صار له 9 أيام. هذا جزاء الأهالي اللي ظاهرت وتحركت. هذه الوعود اللي أطلقت أنه تحل بالسرعة الممكنة، مع الأسف أن يصل المستوى إلى هذا الحال. الآن إلى حي الحسين، المنطقة الثانية والتي تغرق دون أن تجد أي إغاثة من أي جهة مسؤولة. حتى رمض بالماء بعض. حسناً، المقطع القادم من أحد شوارع الورضعية في البصرة ويبين لكم انسداد وطفح أنابيب مياه الصرف الصحي، وسط حديث المواطنين عن أن المنطقة بعهدة شركة كوثران الإيرانية. نتابع معاً. هكذا للأسف هي أغلب الشوارع في محافظة البصرة. الآن مشاهدينا الكرام إلى الفيديو الأخير، وفي هذا الخبر من البصرة فيه أيضاً أهالي منطقة البرادعية يتظاهرون احتجاجاً على تردي مشروع مجاري المنطقة. نتابع. تظاهرت أهالي منطقة البرادعية الآن مطالبة بإعادة مشروع المجاري في منطقة البرادعية. تظاهر الآن تغطيتنا كشعبيين. ظهرت لوحة في هذه التظاهرة مكتوب عليها صوت لتحدث فرقا، وهذا هو الفرق الذي يلمسه الشارع العراقي اليوم. إلى الخبر الأخير في زاوية الأخبار المنتقاة من مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدينا الكرام، وفيه ترى كيف حال الكهرباء في العراق. الأغنية القادمة ستتكفل بتوضيح الإجابة أمام سيادتكم. نتابع معا. الكهرباء الوطنية بتعدي في ثواني. الكهرباء الوطنية ما بترجعش تاني. الأمبير تغير ب20,000 وأكثر. أركض أدفع أرجع تقطع حروضة معلية بالوحدة الظهرية. تنقطع الوطنية أشغل تفصل والحر يقتل ما طلعت عيشة. في المسؤول الناشدة يرشدنا عالمولدة. مسؤولينا مسؤولينا
والأنبياء رد صعدة صعدة وان مرت علي شوية الوطنية نوبة رمش نوبة غوش لو تقطع وتطنش ياهو يفكر بينا شوف اش قد علينا اش قد طالبنا وتظاهرنا وما حد رد علينا والمسؤول بموطني ما يقطع عند الوطني ثلج بيته ثلج بيته حسر علينا المروحة مروحة مروحة وبموطننا الدامي أبو الوزارة حرامي باقي الواير والأمبير وصار بمنصب سامي واللي يفدينا بروحه تزق القاع جروحه عيش بهمه ونار وغمه وما حد يسمع نوحه هذه قصتنا قصة وطن هذه محنتنا محنة وطن قام بوجه الكهرباء كهرباء كهرباء. بعد هذا الذي شاهدته من واقع المأساة الحقيقية في العراق نتجه وإياكم إلى فقرة آراءكم. في فقرة آراءكم وكما ستظهر أمامكم الصور التي توضح أنه بعد نحو سنة على انتهاء العملية العسكرية في الموصل الدفاع المدني هناك يعلن عن انتشال 82 جثة جديدة مؤخرا وسلمت للجهات المختصة لغرض فحصها ودفنها. أيضا هناك امرأة موصلية مفجوعة فقدت زوجها وبناتها الأربع وابنها الوحيد بعدما قصفت الطائرة منزلها في الموصل القديمة، وهي الناجية الوحيدة هي التي تظهر أمامكم في الصورة وخرجت بأعجوبة من تحت الأنقاض. الآن تلقي هذه المرأة نظرة على منزلها المقصوف لتعيد الذكريات التي عاشتها مع عائلتها التي لم يتبقى منها أحد. الآن نذهب وإياكم من أجل قراءة سريعة في أبرز التعقيبات التي دونت عبر صفحات مختلف العراقيين في فيسبوك تعليقاً على هذه القضايا مؤخراً التي شهدتها الموصل. في التعليق الأول نقرأ ما كتب أثير، يقول: كل هذه الجثث لعوائل بسطاء دفنت تحت أنقاض منازلها بسبب القصف بالهاونات والمدافع من الطرفين، والفقير ضحية يدفع ثمنها، حسبنا الله ونعم الوكيل. أثير تحدث وقال إن المدنيين العراقيين في الموصل على امتداد هذه المدينة جاءوا ضحايا لمختلف الأطراف التي تصارعت في الموصل، والمتضرر الوحيد كان فيها هو المدني الذي فقد إما أخاه أو أمه أو زوجته أو بناته وابنه مثل السيدة التي شاهدتم قبل قليل. إلى تعليق جديد. في التعليق التالي علي يكتب: اللهم ربي أسألك بقوتك وجبروتك أن تنتقم من التحالف وممن تعاون معهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا الله. علي هنا يتحدث عن التحالف الدولي الذي ساهم إلى جانب القوات الحكومية والقوات الأخرى التي كانت تساندها في حرب الموصل، ودعا عليهم جميعا كونهم تسببوا بالخراب والدمار وإحداث المقتلة في صفوف المدنيين من أبناء الموصل. إلى تعليق جديد. في التعليق الثالث نادر يكتب: نوفل العقول يقول: لا توجد جثث. نادر هنا يفند بعض مزاعم لمسؤولين حكوميين قالوا إنه لم يتبقى جثث في الموصل. إلى تعليق جديد. في تعليق التالي نجوى تكتب: وين المحافظ والدولة عنها وعن الآلاف مثلها وسط أيمن الموصل؟ لو شاطرين بأمور أخرى. نجوى تقول: أين أنتم من معاناة هذه المكلومة، من معاناة هذه الحرة العراقية الجريحة التي فقدت زوجها وابنها وبناتها؟ أين أنتم لتواسوها يا أصحاب الضمائر الحية إذا نام أصحاب الكراسي الفارهة؟ إلى التعليق الأخير في هذه الفقرة وكتبه حمدي، يقول: اللهم افجع الحكومة العراقية بأحبابهم وأخص نوري المالكي. حمدي هنا على ما يبدو مغاضبا تحدث ودعا على المسؤولين في العراق خاصا منهم نور المالكي أو نوري المالكي أن يصيبهم ما أصاب هذه المرأة المكلومة. بعد قليل نذهب وإياكم إلى تويتر.
سنقرأ عليكم مشاهدينا الكرام أبرز التعليقات أو التغريدات التي ذيلت بهاشتاغ إعصار ماكونو. نبدأ مع التغريدة الأولى الآن. في التغريدة الأولى التي ذيلت بإعصار ماكونو، ثامر يكتب: يا رب ارحمنا ولا تغضب علينا واغفر لنا، فلا أحد لنا سواك يا لطيف يا غفور يا رحمن، ألطف بعبادك بنو عبادك وارحمنا. طبعا ما زال هذا الإعصار مستمر مشاهدينا الكرام، ونتابع الآن وإياكم تغريدة جديدة. في التغريدة التالية إبراهيم يكتب: دعواتنا لأشقائنا وأهلنا في سلطنة عمان أن يحفظهم الله من كل مكروه. هذا الإعصار مثل ما قلنا لكم ما زال مستمرا ويستهدف عمان ومناطق قريبة حول السلطنة. نذهب وإياكم الآن إلى تغريدة ثالثة. في التغريدة الثالثة إبراهيم يكتب: اللهم إنا نستودعك أهل اليمن وأهل عمان، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اجعل الإعصار سلاما عليهم واصرف شره عنهم. شاهدينا كانت هذه التغريدة الثالثة، والآن الختام مع التغريدة الأخيرة قبل أن ننتقل إلى الفقرة التالية. نقرأ التغريدة الأخيرة من سامي: الله يحمي إخواننا في عمان والمناطق المتضررة من الإعصار، وهنا يقصد عمان واليمن وما يحيط بهما ممن جاء عليهم إعصار ماكونو. الآن نذهب إياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. مشاهدينا الكرام، في فقرة المقاطع المصورة اخترنا لكم هذا المقطع الذي يعرض عليكم نوعيات متعددة من الحلويات التي يفضلها العراقيون في شهر رمضان المبارك. نتابع معا. ومهنة متوارثية أهل الموصل من أجدادهم وآبائهم، ومحترفين بهاي المهنة بالأنواع البقلاوات اللي عندنا والزلابيات. حاليا الإقبال على الشربات وعلى الحلويات، لأن تعرف الصائم تنزل تنخفض عند السكريات. والله البقلاوة، الداطلي، الزلابية، هاي أكثر شيء نفضلها كمواصلة نحن، وبيت الموصل اللي دائما كل سفرة موجودة تلقيها. عندنا بالفستق، عندنا بالجوز، عندنا بدهن حار، عندنا بدون دهن حار، عندنا الشعريات بالفستق، عندنا الزنود السيد، عندنا الكنافة، أشياء جيدة وكويسة والصائم يشتهيها في رمضان عند الإفطار. طبعا اكو اقبال كلش حلو على الحلويات وعلى الاكلات غيرها، نفضلها يعني تكون البقلاوه طبعا والكنافه. يعني جميلة. بهذه اللقطات التي تفتح الشهية مشاهدينا الكرام بلا أدنى شك نكون قد وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من تواصل دوت كوم. ألتقيكم غدا بحول الله، إلى اللقاء.